من الرياض، يقول: رجل قدم إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان، هل له أن يفطر ويقصر الصلاة ويترك الرواتب أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان نوى أن يقيم بمكة أربعة أيام أكثر من أربعة أيام نعم، فليس له أن يقصر وليس له أن يفطر ولا يترك الرواتب، لأنه أصبح مقيما. الإقامة التي تزيد عن أربعة أيام تقطع السفر وتجعل صاحبها في حكم المقيمين، ألا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما إذا كان سيقيم في مكة أقل أربعة أيام فأقل، فله أن يترخص برخص السفر، أو أقام إقامة لا يدري متى تنتهي لم يحددها، فإنه أيضا لا يزال مسافرا، له أن يترخص برخص السفر. نعم.